الحكاية إن الحياة للجميع مفروض حياة، كل شخص يسعى فيها للوصول لأجمل حياة بدون دمار لشخص غيرك في وصوله لأجمل حياة. ليه تكون سبب دمار لأي حد في الحياة؟ هو أنت إيه، مالكش قلب ولا حتى عقل يفهم في الحياة إن الدمار هيكون حصاد لو زرعته في الحياة؟ وحكاية هامة لازم أقولها، حدثت وانا في الحياة عبرة ليكم لعدم الدمار والظلم أبدا في الحياة. صدام حسين كان رئيس العراق وكان عظيم وهو رئيس، وبفكرة خايبة منه خالص احتل دولة الكويت، وده دمار. جت أمريكا وبقوة جامدة لإزالة هذا الدمار، والسبب إيه؟ قرار صدام بالدمار. خليكوا معاي في الكلام، طلعوه من الكويت بس بعد كتير دمار، ناس كتير ماتت بسببه، ناس كتير ماتت بسببه، وتشرد وخراب ودمار. وتلف بينا الحكاية وبفكرة برضه يا ناس وخيبة، قالوا العراق بتصنع دمار ودخلوا العراق وهرب صدام، قتلوا ولاده الذكور وللأسف حفيده كمان، وجه يوم وقبضوا عليه وتحاكم يا ناس في العراق واتعدم، وللأسف في يوم العيد. مؤسس دمار في أي شيء مش هيلاقي غير دمار، وفي كل شيء. فوقوا يا ناس وعيشوا في سلام، وابعدوا دايما عن الدمار، واصنعوا الخير في كل عمل، وربوا ولادكم على الصحيح لأن هذا هو الأمل في الحياة، وبعلمكم يكون النور لوصول الجميع لأجمل حياة.